وإلى حق الشعب في عجب وحق الشعب في حرية التعبير وحرية التكوين. أكشم الديمقراطية والحقوق العالمية التي يحتفظ الشعوب كما تريدون في مسلمة كله. ثالثا تحدثنا باسم الحاجة للتغيير والإصلاح. لما بعد خطاب هذه الليلة تحدثت مباشرة إلى رئيس مبارك وهو يدرك أن الوضع الحالي لا يمكن أن يدام وأن التغيير يجب أن يتم. وفي الحقيقة كلنا الذين اتخذنا أن نعمل في المجالات السياسية نفعل هذا بإرادة شعبنا. هو على مدى آلاف الأعوام رأت مصر فترات تحويلية وتغيرية، والشعب في مصر يقول إن هذه إحدى تلك اللحظات وإحدى تلك الحقب. ليس دور أي دولة أخرى أن تحدد وأن تولي من قادة مصر، فقط الشعب المصري هو المكون بفعل ذلك. ولكن ما هو واضح وما أشرت إلى المعنى لرئيس مبارك هو أنني أؤمن بأن عملية انتقالية منظمة يجب أن تكون ذات معنى ويجب أن تكون مسؤولية ويجب أن تبدأ الآن. ونتمنى أن نجبر السلم الكوفة الواسعة للمواصلات المصرية وأحزاب المعارضة، ويجب أن تؤدي إلى انتخابات تكون حرة ويجب أن تأتي بحكومة ليست فقط تستند إلى المبادئ الديمقراطية ولكن أيضا تكون متجاوبة لتطلعات الشعب المصري. الجنود وفي الجيش الذي حمى